بالناس ديالنا، اهلا بالناس يوتيوب. عيد مبارك سعيد، هاد النهار عندنا العيد، كنتمنى يا ربي تدوزوا عيدكم وتدوزوا العمر كامل بصحة وبسلامة وبسعادة ان شاء الله، واللي بغى شي حاجة ان شاء الله تحقق ليه، وتمنى اللي يتمنى شي حاجة تحقق ليه ان شاء الله وبالسعادة. وكنتمنى هاد العودة ان شاء الله ديالي، صراحة عرفتي تعلمت بزاف الحوايج في هذا الوقت اللي غبرت على يوتيوب، استفدت بزاف الحوايج بزاف، والله ما نعاودش لكم عن البنات. وان شاء الله ان شاء الله كنتمنى الرجعه ديالي يعني تفيدكم بشي حاجه، ولو غير ابتسامه، غير تشوفوا شي فيديو من الفيديوهات ديالي ان شاء الله، واخا غير تبتسموا ولا غير شي كلمه زوينه اولا، المهم شي فرحه، المهم ما عرفتش ما ندير، تخلطوا فيا المشاعر، راني يعني كنهضر سبونتانيمون. هاد النهار مشينا لواحد البلاصه زوينه رائعه، فيها مناظر زوينه، فيها البحر، المهم غزاله غزاله البنات، وقلت ضروري غادي نبارطاجي مقتطفات من هاد النهار وغادي نحطهم عندي في القناه. وان شاء الله كنتمنى انني نكمل نحط فيديوهات، وكنتمنى انني نلقى الوقت، والله غير ما عنديش الوقت باش نبقى نبارطاجي بزاف الحوايج. وان شاء الله كنتمنى نكون بشرة خير عليكم، فرحانة بزاف، ما عرفش علاش عندي واحد الفرحة في قلبي، ما عرفتش حاسة بشي حاجة زوينة، ما عرفتش. المهم المهم البنات، نبقى نخربق في الهضرة، غادي نخليكم مع الفيديو ان شاء الله، ونشوفكم ان شاء الله فيديو جاي.